طبعا في الجزائر التمسنا العديد من الإصلاحات بخصوص حرية التعبير في الجزائر. إذن في اليوم العالمي لحرية التعبير، الجزائر أيضا تحتفي على غرار دول العالم بهذا اليوم. رئيس الجمهورية طبعا تحدث طبعا عن هذا، عن حرية التعبير، وأعطاها أولوية قصوى. كيف ترى اليوم ما تحقق في قطاع الإعلام خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد دسترة حرية الصحافة في الدستور واعتماد يوم 22 فيفري يوما وطنيا للحراك، وأيضا قانون الإعلام الجديد وغيرها؟ حقيقة كما تفضلت، هي دستور 2020 والمادة 54 هي تتعلق بحرية التعبير، وبالتالي نظن أول مرة في الدستور دساتير الدولة الجزائرية تم دسترت حرية التعبير في هذا، وبالتالي يعني هذا يعتبر ضمان لاستمرارية وأهمية حرية التعبير، إضافة إلى ما جاء بعد ذلك من ترسانة قانونية، سواء كان في قانون العضوي 2023 في ديسمبر، عفوا في القانون العضوي في اوت 2023، او في قانون السمع البصري والصحافة الورقية والصحافة الورقية الإلكترونية والصحافة السمعية البصرية. إذا هذه عبارة على تعبئة، اقول قاعدة قانونية تسمح بحقيقة بضمان حرية التعبير وممارستها بصفة مهنية واحترافية. وكما جاء في سؤالك، فرئيس الجمهورية كان يرتقب من خلال هذه الترسانة قانونية أننا يعني يتمخض عن هذه القوانين وهذه التغييرات، حقيقة إعلام تواجه، إعلام متقدم، إعلام موضوعي يخدم الصالح العام، يخدم سواء المجتمع العريض وكذلك تطلعات المجتمع.